السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. تواصل تنصيب المجالس البلدية في العاصمة نواكشوط وترقب لخوض جولة انتخابية جديدة ببلديتي عرفات والميناء. منتخب المرابطون يفوز على نظيره الأنغولي ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ويتصدر مجموعته بتسع نقاط. رئيس غينيا الاستوائية يعين 4 من أفراد عائلته برتب جنرالات أياما بعد تخليد البلاد ذكرى استقلالها. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. يتواصل في نواكشوط تنصيب المجالس البلدية، حيث أشرف والي ولاية نواكشوط الغربية ماحي الحامد على تنصيب أبو بكر سليمان سماري عمدة لبلدية السبخة. وقال والحامد في كلمة له خلال حفل التنصيب إن المجلس البلدي جاء انتخابه نتيجة لانتخابات تعددية شاركت فيها مختلف الأطراف، وأشاد المجتمع الدولي بالظروف التي جرت فيها، معبرا عن سعي السلطات إلى الرفع من المستوى المعيشي لساكنة السبخة. المجلس البلدي في نتيجة الانتخابات متعددة جرات بظروف جيدة وشفافية تامة، وشرفت عليها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وشهد العالم كامل المجتمع الدولي بنزاهتها وشفافيتها وجودة الظروف اللي جرات فيها أمنيا وسياسيا وإجرائيا. وأنتم اختركم ناخبين، اختروكم ناخبين السبخة، ياك تعود أنتم هم المجلس البلدي اللي يتولى الشأن العام على مستوى هاي البلدية اللي مهمة، واللي السلطات العليا للبلد مهمة عندها، وتختار يرتفع من مستواها المعيشي والسكني وظروفها العامة. ولذلك السبب رئيس الجمهورية أعطى تعليمات بأن تعدل استراتيجية وطنية لا مركزية. من جانب آخر، قال القاسم المحمد سيدي عضو المجلس البلدي لبلدية سبخة إن البلدية تواجه الكثير من التحديات، من بينها الفقر وضعف البنى التحتية رغم حجم ميزانيتها. وعبر المحمد سيدي في تصريح لقناة المرابطون عن سعي المجلس البلدي الحالي إلى النهوض بأوضاع البلدية على مختلف المستويات. هذه البلدية تعاني الكثير من التحديات، من أولها الفقر والبنى التحتية، وبصراحة هي بلدية غنية من أغنى البلديات، تحتل المرتبة الثالثة بعد بلدية تفرق زينة وبلدية نواذيب. إذن من حيث الاقتصاد ومن حيث الإمكانيات هي ثالث بلدية في الوطن في موريتانيا، ولكن لم تجد مسؤولين يعتنوا بأمرها. ولكن نحن كطاقم إن شاء الله موكل إلينا مهمة هذه البلدية، سنحاول قدر الإمكان إن شاء الله الرفع من مستواها. وأكد والمحمد سيدي أن البلدية ستعتمد على مقدراتها المالية، كما ستبحث عن ممولين من أجل تحقيق الوعود التي تعهد بها عمدة بلدية السبخة لناخبه بإنجازها. نعتمد على الله سبحانه وتعالى وعلى مقدرات البلدية، وإذا كان هناك ممولين أو منظمات نتعامل معها، هذا هو الحقيقة. في السوق فوضوية، لا تستطيع أن تجد الطريق. وفي الحقيقة نؤمل الكثير على هذا الطاقم وعلى العمدة، ونعتمد على الله سبحانه وتعالى
وأعاد كما قلت أعاد لي العمد لأمل بهذه الكلمات الثلاثة التي لم أسمعها منذ تجاوزت الثانوية. قال عمدة بلدية الإكسر محمد السالك العماري إن أهم مرتكز لإنجاح العمل البلدي هو العمل بروح الفريق، متعهدا بأن يكون عمدة للجميع. وأضاف العمار في كلمة ألقاها بعد تنصيبه عمدة لبلدية الإكسر لولاية ثانية أن العمل الأساسي للنهوض بالعمل البلدي ينبغي أن يكون استحضار الهم البلدي والشأن العام سبيلا إلى النهوض بواقع بلدية الإكسر. أهم مرتكز من أجل النهوض بالعمل البلدي، ومن أجل اللي تعرفوا كاملين تعرفوا التحديات اللي واجه، أهم ما اللي نحتاجه له هو روح التوافق وروح العمل الفريق الواحد، بروح الفريق الواحد من أجل تقدم الخدمات للساكنة اللي تحتاجها، من أجل الإنجازات تتوالى. العمدة إن شاء الله تعالى عمدة الجميع، وكل ذي ثقة جميع مستشارين بلديين نعتبرهم فريق واحد. ما دامت النية الصادقة الخالصة موجودة، هي معيار الانتقاء، وهي معيار التكليف، وهي معيار الأحكام. معناها أنه العامل الأساسي في المأمورية إن شاء الله القادمة هو الحضور، ويعني استحضار الهم البلدي والشأن العام، وهو المعيار الأوحد نتعودها من نية صادقة في التغيير ونية صادقة في السعي، لأن يخلق تغيير ويخلق يخلق يخلق تخلق إضافة نوعية البلدية الإكسار على غرار جميع البلديات. من جانب آخر، قال والي ولاية نواكشوط الغربية ماحي والحامد إن أمام المجلس البلدي لبلدية الإكسار مسؤوليات كبيرة، مضيفا أن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية للامركزية والتنمية المحلية ستكون بمثابة أرضية للمجلس من أجل تحقيق أهدافه. وحث ماحي المجلس البلدي لدى إشرافه على تنصيب عمدة الإكسار على أن يكون عند حسن ظن الجميع. أنتم اليوم عندكم مسؤوليات كبيرة تحملتوها ابتداء من يوم ترشحكم، وتأكد تحملكم لها ابتداء من هذا اليوم، ولا إن شاء الله يعاونكم فيها أن الدولة قطاع داخلية ولا مركزية تعليمات من فخامة رئيس الجمهورية وضع استراتيجية وطنية للا مركزية والتنمية المحلية، و لا تعوديك أرضية صالحة لكم إن شاء الله لتأديت واجبكم والقيام به على أكمل وجه. أنا متأكد عن النخبة عن هالدور إن شاء الله تنجح في مهامها، وعن هالدور تعود عن تحسن ظن الجميع، ظن الساكنة وظن الإدارة والسلطات العمومية، ولا تعود إن شاء الله مدة ناجحة. يزيد في ذاك وجود عمدة شاب جرب 5 سنوات وانعادت له الثقة. هذا ويعول المواطنون على المجالس البلدية المنصبة من أجل تحقيق الوعود التي وعدوهم بها خلال الحملة الانتخابية. نتابع فيما يلي بعض الآراء حول تطلعات المواطنين وانتظاراتهم من المجالس البلدية. المجلس البلدي معلقين عليها آمال كبيرة، دايرين منه على انه ينظف المقاطعه، ودايرين منه على انه مولي يقضي بقدر الامكان على البطاله، ودايرين مولي على انه يحاول يخلق تنميه في حيزه الجغرافي. مقاطعه من اقدم المقاطعات واكثرها حيويه، ومعلقين عليهم ياسر من الامال، وتحتاج حقيقه ياسر لفت حقيقة. المجلس البلدي هون العمدة كان هون ما كان داخل شيء، جزاه الله خيرا. والمجلس الجوي جديد معلقين عليه ياسر من الأمال، الله يوفقهم إن شاء الله. راجعين عند ولان على المجلس البلدي يعود مجلس شفاف، وراجعين عند مشكلة المقاطعة تنحل في الأوساخ في النظام والتعليم التربوي. ومجلس البلدي هاي العمدة قاع العمل فات عدل إنجازات، أقل إنجازات من قد الصحة ومن قد التعليم اللي عدل فيهم شيء، وخارجين هاو مستشارين جاو ضرق مستشارين نبقوهم اللي يعدلوا العمل، المستشارين يعودوا شفافين في ذاك العمل اللي يعدلوا.
هذا بدأت منذ أيام عملية تنصيب المجالس البلدية في العاصمة نواكشوط وفي بعض مدن الداخل بعد انتهاء الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية التي نظمت شهر سبتمبر الماضي. وفيما نصبت عدد من المجالس البلدية بنواكشوط، ينتظر الناخبون في بلديتي عرفات والميناء تنظيم جولة انتخابية جديدة في 27 من الشهر الجاري. التفاصيل في سياق هذا التقرير. تنصيب المجالس البلدية في نواكشوط ومدن الداخل أياما بعد انتهاء تنصيب المجالس الجهوية 13 على عموم تراب البلاد يأتي ذلك في وقت ينتظر فيه سكان بلديتي عرفات والميناء بالعاصمة نواكشوط خوض جولة انتخابية جديدة في 27 من شهر أكتوبر الجاري طبقا لمرسوم صادر عن الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الخميس الماضي. وقد حث العمد الجدد المنصبون على طي صفحة الخلافات السياسية بين الأطراف المشكلة للمجالس البلدية والتي تضم موالين ومعارضين والعمل عوضا عن ذلك على تغليب منطق الشراكة والتعاون على منطق الصراع والخلاف، فيما أكد الولاة المشرفون على التنصيب على جدية السلطات في توسيع وترسيخ اللامركزية من خلال المجالس البلدية والجهوية. مجالس يعبر ساكنة العاصمة نواكشوط عن التطلع لأن تحدث تغييرا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تشكو عدد من أحياء العاصمة انتشار الأوساخ والقمامات ويعاني بعضها مشاكل وتحديات على مستوى الخدمات الأساسية، خدمات يقولون إنهم خاضوا الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية التي أجري شوطاها الأول والثاني فاتح ومنتصف شهر سبتمبر الماضي من أجل اختيار من هم قادرون على تحسينها وتلبية طموحاتهم بشأنها. وقد وعد المنصبون حاليا أيام الحملة الانتخابية بتحقيق مطالب الناخبين والسعي إلى النهوض بها على مختلف الأصعدة، وجدد بعضهم التأكيد على ذلك لاحقا في انتظار البدء الفعلي للعمل ومعرفة ما إذا كانت مطالب وطموحات الناخبين ستتحقق بعد أن أوصلوا المنصبين إلى كراسي المسؤولية. يمثل وزير الداخلية واللامركزية موريتانيا في أعمال الاجتماع الثاني لمكتب اللجنة الفنية الثامنة المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي حول الوظيفة العمومية والمجموعات المحلية والتنمية الحضرية، وينعقد الاجتماع بمدينة كوتونو بجمهورية بنين خلال الفترة ما بين 17 و19 من شهر أكتوبر الجاري. وقد غادر الوزير العاصمة نواكشوط صباح اليوم رفقة وفد من قطاع الداخلية واللامركزية. رياضيا، فاز المنتخب الوطني المرابطون على نظيره الأنغولي بهدف دون رد في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بالعاصمة نواكشوط ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا عام 2019. وقد سجل هدف المباراة الوحيد نجم المنتخب أدما با في الدقيقة 17 من شوط المباراة الأول، وبهذا الفوز يتصدر منتخب المرابطون مجموعته بتسع نقاط. هنيئا لمنتخب المرابطون بهذا الفوز. إقليميا، عين رئيس غينيا الاستوائية تيودور بيانغ ابنه الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية جنرالا على القوات المسلحة البرية، كما عين زوج ابنته بمنصب جنرال على القوات الجوية، وعين ابن عمه وخال ابنه برتبة جنرالين. وتأتي هذه التعيينات أياما بعد تقليد غينيا الاستوائية ذكرى استقلالها عن المستعمر الإسباني، وبعد أشهر من إعلان مالابو عن إحباط محاولة انقلابية على الرئيس. التفاصيل في سياق هذا التقرير. الرئيس الغيني الاستوائي تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو ذو 76 ربيعا أمضى أكثر من نصفها في السلطة يعين ابنه الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية جنرالا على القوات المسلحة البرية، كما عين 3 آخرين برتبة جنرال وهم ابن عمه وزوج ابنته وخال ابنه. يأتي ذلك بعد أيام على تخليد البلاد ذكرى
استقلالها الخمسين عن المستعمر الإسباني، واعتبرت التعيينات التي جاءت بمرسوم صادر عن الرئاسة خطوة جديدة نحو توريث السلطة للابن تيودور نجيما أوبيانغ مانغي البالغ من العمر 49 عاما والمحكوم عليه من طرف القضاء الفرنسي في عام 2017 بسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة 30 مليون يورو بتهمة الفساد. كما تأتي التعيينات بعد أشهر على إعلان سلطات مالابو عاصمة البلاد إحباط محاولة انقلاب على تيودور أوبيانغ الأب حينما كان يحتفي بأعياد نهاية العام بقصر الجمهورية شهر سبتمبر الماضي. ويحكم أوبيانغ غينيا الاستوائية البلد الإفريقية الصغيرة بقبضة من حديد منذ توليه السلطة إثر انقلاب عسكري عام 79-900 وألف، وقد انتخب آخر مرة عام 2016 بنسبة فاقت 90%. وتجمع غينيا الاستوائية التي لا يصل عدد سكانها 2 مليون نسمة تناقضا صارخا، فالإنتاج اليومي من النفط الذي يتراوح بين 400,000 و 600,000 برميل يصاحبه وضع اجتماعي واقتصادي هش، حيث إن أزيد من 40% من ساكنة البلاد يعيشون في القرى، ونسبة أزيد من 70% يعانون من الفقر. واقع جعل الكثيرين يقولون إن غينيا الاستوائية استغلت عن المستعمر الإسباني لتستعمر من طرف أسرة أوبيانغ الجاثم على السلطة منذ زهاء 4 عقود. مغاربيا، تسبب انقلاب قطار بالمغرب في مقتل 6 أشخاص وإصابة 86 آخرين بجروح، وذلك إثر خروجه عن السكة. وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادثة لنقل الضحايا وإسعاف الجرحى المصابين. وبحسب وسائل إعلام مغربية، فإن القطار القادم من مدينة القنيطرة كان متوجها إلى مدينة الدار البيضاء قبل أن يخرج عن السكة بمنطقة بوغنادل. المزيد في سياق هذا التقرير. وفاة 6 أشخاص وإصابة 86 آخرين بجروح في حادث خروج قطار عن سكته على الخط الرابط بين العاصمة المغربية مدينة القنيطرة شمالية البلاد. وقال موقع هسبريس المغربي إن المركبة المتحركة من العاصمة خرجت عن مسارها لأسباب تبقى مجهولة حتى الآن، ما تسبب في خسائر مادية وإصابات بشرية متفاوتة الخطورة. وجرى انقلاب عربات القطار ضمن النفوذ الترابي لجماعة سيدي بالقنادل المتواجدة بين مدينتي الرباط والقنيطرة. من جهة أخرى، أمر الملك المغربي محمد السادس بتمكين المصابين من العلاج اللازم بالمستشفى العسكري في العاصمة، وفق بلاغ للديوان الملكي أعطى فيه الملك تعليماته لكل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء فور وقوع الحادث من أجل الانتقال إلى مكان الحادث والإشراف على جهود التدخل اللازمة. وعبر السادس عن مشاطرته وسر الضحايا آلامها في هذا المصاب الجلل تخفيفا لما ألم بها من رزء فادح، معلنا التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا ومآتم عزائهم وفق ما نقل من بلاغ ديوانه. وشدد الديوان الملكي على أن سلطات البلاد تباشر الآن تحقيقا من أجل تحديد الأسباب والحيثيات المتعلقة بهذا الحادث الأليم، وتعتبر حوادث السير من أهم أسباب الوفاة في عدد من بلدان العالم كما هو الحال في بلدان المغرب العربي. ولقد بلغت الوفيات في المملكة المغربية بسببه نحو 3500 شخص خلال العام 2017 وفق إحصائيات مغربية. ناقش وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة آخر مستجدات الشأن الليبي خلال مباحثات جمعت بينهما في العاصمة طرابلس. وكانت الأطراف الليبية قد اتفقت خلال مؤتمر باريس في مايو الماضي على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 دجنبر القادم. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
بحث وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سيالة في العاصمة طرابلس مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وناقش الخطوات اللازمة لدفع العملية السياسية في البلاد. وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية أحمد عمر الإربد في تصريح صحفي لوكالة سبوتنيك الروسية إن وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سيالة التقى الاثنين بمكتبه بمقر ديوان وزارة الخارجية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز. وأضاف الإربد أن المجتمعين ناقشوا أثناء اللقاء آخر المستجدات السياسية في ليبيا وتبادلوا وجهات النظر حول الخطوات القادمة للدفع قدما بالعملية السياسية. واتفقت الأطراف الليبية في مؤتمر باريس في مايو الماضي على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 من ديسمبر المقبل على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية تمهيدا لتلك الانتخابات. وتسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة غسان سلامة إلى التوصل لحل سياسي يخرج البلاد من أزماتها بالتعاون مع الأطراف الليبية والدولية والأممية، وذلك من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية والمصادقة على دستور جديد فيما تعرقل أطراف ليبية وإقليمية هذا المسعى. وتعاني ليبيا منذ 16 مايو 2014 من انقسام سياسي حاد قاده اللواء المتقاعد خليفة حفتر وأدى لتفكيك مؤسسات الدولة بين الشرق الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من حكومة وجيش عملية الكرامة بقيادة المشير خليفة حفتر والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان. إلى الشأن الفلسطيني، حيث دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة الحاشدة في مسيرة الجمعة المرتقبة والمنظمة تحت شعار معا غزة تنتفض والضفة تلتحم. وأكدت الهيئة في بيان لها أن استمرار الحراك منذ أشهر دليل على أن الشعب لم تقهره أسلحة العدو وترسانته العسكرية. نتابع. مبينة بين يدي دعوتها أن طرادية مسيرات العودة وزخم حراكها الشعبي والجماهيري يضعها أمام مسؤولية وطنية تملي حتمية استمرارها حتى تتحقق أهدافها كافة. دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير وفعاليات الشعب الفلسطيني لمواصلة الزحف والمشاركة الحاشدة في مسيرات جمعة معا غزة تنتفض والضفة تلتحم التي أدرجتها ضمن ما وسمته بإطار مواصلة الحراك الممتد، دلالة على أن الشعب لن تهزمه كل أسلحة العدو وترسانته العسكرية الغاشمة، إيمانا راسخا بعدالة القضية وتمسكا بالمشروع الوطني الجامع. مضيفة إن الأصوات البائسة التي انبرت للهجوم والتحريض ضد نضال الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة والتشكيك بجدواها تسهل على قادة الاحتلال ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني. تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام والتسلح الجمعي بروح المسؤولية الوطنية وتشكيل حالة اصطفاف جماهيري وشعبي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومساعيه لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني منطلقات عريضة حددها الهيئة خط إسناد وأداة ضغط وضمان استمرارية وعامل نجاح في سبيل نيل مقاصد فعاليات مسيرة العودة الكبرى وصنوها الموازي حراك كسر الحصار. وتتزامن دعوة الهيئة وبيانها مع تهديد أطلقه بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان بشأن ضربات عسكرية قاسية على غزة تحت ذريعة تواصل فعاليات مسيرة العودة التي زعم وزير حرب الاحتلال أنها سلاح استراتيجي تستخدمه حماس قبل أن تدركه مفارقة الارتباك فينفي امتلاك حكومته التفويض للبدء بحرب على غزة، ويضيف مستدركا قبل الذهاب إلى الحرب يجب علينا البحث في كل الخيارات الأخرى لأن عندما ترسل الجنود إلى المعركة لا تعرف من سيعود منهم إلى البيت. إلى هنا مشاهدين الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. تواصل تنصيب المجالس البلدية في العاصمة نواكشوط وترقب لخوض جولة انتخابية جديدة ببلديتي عرفات والميناء. منتخب المرابطون يفوز على نظيره الأنغولي ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ويتصدر مجموعته بتسع نقاط. رئيس غينيا الاستوائية يعين 4 من أفراد عائلته برتب جنرالات أياما بعد تخليد البلاد ذكرى استقلالها.
يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك. الله يجزاك على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة.